معلش تعبتك معايا يا فواز. اوعي تقولي كده تاني يا جميلة. ابوكي يعني ابويا، والحمد لله انه قام بالسلامة. الحمد لله. الف حمد والف شكر. احنا هنصلي ركعتين شكر النهارده كمان. انا مش عارفه حصل كده ازاي، ابويا كان زي الفل، مش عارفه ازاي فجأة يقع كده. معلش الحمد لله، مش حد كبير على المرض. اصلك ما تعرفش ابويا ده بالنسبه لي ايه. اكيد طبعا. انا اتعلمت من بابا كل حاجه حلوه، شفت بعينيه الدنيا. بابا ده مش مجرد اب، ربى بناته ورفض يتجوز تاني بعد ما مراته ماتت الله يرحمها. بابا معنى امنت بيه وفكره نورت عقلي. صعب عليا قوي اشوفه في الحاله دي. عارف اول ما شفته كده كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه ان انا عايزه اتدارس في ركن بعيد عن كل الناس عشان محدش يكشف ويشوف الضعف اللي جوايا اللي عشت عمري كله خبيه. سبحان الله، الست تبان ضعيفه صحيح، انما في الحقيقه عامله زي الخرزانه، مهما تتني فيها صعب انها تتكسر. الراجل بقى شومه شومه، لو دوست عليه زياده شويه يتكسر نصين. فكرتني باللي قال ان قوه الست في ضعفها. الله يفتح عليك ويفتح على اللي قال كده كمان، هو ده اللي انا عايز اوصل له. عارف لما سالت بابا ما اتجوزتش ليه بعد ماما ماتت الله يرحمها؟ الله يرحمها. عارف قال لي ايه؟ قال لي يا بنتي في حاجات في الدنيا صعبه تتكرر مرتين، وامك من الحاجات دي. الف رحمه ومرور عليها. أكيد كان شايف معاها اللي عمره ما شافه مع واحدة غيرها. اللي كان شايفه معاها ولقوش في أي واحدة غيرها هو الحب. الحب ما ينفعش يتكرر أكتر من مرة. بس في ناس بيحبوا مرة واتنين وتلاتة وأربعة. لا، أصل اللي بيحب ده زي اللي بيتولد من جديد. عمرك شفت حد اتولد مرتين؟ فكرتيني بأول مرة قابلتك فيها. فاكرة قلت لي ايه؟ غير انت ما عندكش ذوق وحاجات من ده. فاكرة لما قلت لي انت عمرك ما اتعاملت مع واحدة ست؟ مش عارف ليه عندي الإحساس ده دلوقتي أوي. إحساس ايه؟ إني عمري ما اتعاملت مع ست قبلك. طب أنا هروح بقى عشان اقعد مع بابا. شكرا ميرسي. اوه انا اسف. نسيت خالص والله. شكرا. انا هبقى اطمن على بابا. انا هبقى اطمن. الو. صباح الخير. صباح النور. عامل ايه؟ عرفتيني على طول كده؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ واقف على غيط حمام. الله، بحب قوي منظر الحمام في السماء. وانا بحب كل حاجه جميله خلقها ربنا. برضه اتغديتي سندوتشات زي كل يوم؟ العادي يعني. عامل ايه؟ الصبح محكمه، وبعد الظهر مكتب، وبالليل جمعيه، وساعات بيبقى بالعكس. يعني بتقف قدام القاضي؟ قدام المحكمة؟ ويا حضرات المستشارين علي الطلاق بالتلاتة. أنا صحيح بترفع في قضايا طلاق كتير، بس ما بقولش علي الطلاق دي. صباح الورد والنور. ما سمعتش صوتك من امبارح. مشغولة؟ مشغولة في إيه بقى؟ بحضر المعرض في بيروت. ايوه انا كمان رايح، هفتح كام فرع جديد هناك. رايح امتى؟ انت رايحه امتى؟ يعني على الاسبوع الجاي كده. سبحان الله. ايه ده، انت رايح في نفس الميعاد؟ لا دي صدفه غريبه قوي بجد. دي تدابير ربنا، دي احنا ملناش يد فيها. طب قول لي بقى، انت بتعمل ايه غير الشغل؟ بكره اول يوم دراسه في المدرسه الجديده. ايه ده، انت عندك مدرسه؟ اه، ابعت لك عربيه الصبح ونشوفه مع بعض. بقول لك ايه، في سؤال كنت عايزه اساله لك. اه
انا ما بخافش غير من الاسئله المفاجاه بتاعتك دي. ربنا يستر. وانت جبت نمرتي منين؟ انا مش فاكره اني اديتها لك. عايزه تعرفي عرفت تليفونك ازاي؟ زي ما انت عرفتي صوتي من اول مره. اتفضلي. هو انت ليه فكرت تفتح مدرسه؟ لقيت المدارس باظت بيخربوا دماغ العيال. صدقي كاميليا ما بيديهمش دين في المدرسه، ياخدوا فلوس قد كده وفي الاخر ما بيديهمش حصه دين. لا طبعا مش كل المدارس كده، في مدارس تانية بتهتم جدا بالدين. يبقى اهتمام براني مش اهتمام بجد، يعني حصه كده على جنب يعني. بزمتك دي مدارس انت يرضيكي الكلام ده؟ لا طبعا ما يرضينيش. حصه الدين مهمه جدا للطفل، بتزرع جواه ايمانه بربنا وبتفهمه اصول دينه، وكده ده بيعمله توازن نفسي واستقرار، بيخليه بني ادم سوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. ده الكلام الموزون، وعشان الكلام ده بقى انا هرد لك عزومه السندوتشات حالا. انا بحبش اكون مديون لحد. بس لا مش هينفع، اصلا انا عندي حاجات كتير. حلو قوي، انا كمان جعان جدا جدا جدا. يلا تحب تاكل ايه بقى؟ طب اذا كان كده ممكن ناكل سوشي. ايه ما بتحبوش ولا ايه؟ لا ده حلال. طبعا حلال، ده سي فود. مأكولات بحرية. ايوه هي دي. حتى مثقفين نخبة برضه بتقولوا حاجات. اسمه ايه؟ سوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنان انا عايز تذكرة على الرحلة دي لبيروت بكرة. حالا يا فندم. بيروت بكرة. حاضر. وصل رقم الرحلة. حاضر. هتسأل عليا؟ يا فندم الاستاذ زكي اتصل اكتر من مره، والاستاذ مرسي والاستاذ صفوت. بس انا ناقص دوشه، اللي يجي خليه على طول. حاضر. يا حاج، الحاج الكبير مستني جوه بقاله كتير. ابويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا دي النور، يا دي النور. ازيك يا حاج؟ نورنا نورنا. السلام. حاجه جت ايه؟ انت فين يا ابني؟ يعني اختصت كده وقلت هدوني، بقالي كتير مش عارف اعطر عليك، مين اللي واخدك مني؟ يا حاج هيكون ايه اللي واخدني منك؟ الشغل طبعا، شغل. هو ما انت شايف؟ يعني شغل ده فواز؟ شغل ايه؟ اذا كان الشغل نفسه بيدوروا عليك. الله، بقالك قد ايه ما رحتش المول يا فواز؟ وطبعا ما عرفتش المشاكل اللي حاصله فيه. لأن زكي ومورسي لفوا عليك كعب داير وما عرفوش يوصلوا لك. بركة فيك أنت بقى يا حاج. شغلانة لبنان دي يا حاج واخدة مني وقت ومجهود كبير جدا. أديك شايف ترتيبات كتير وحاجات. ربنا يكون في عوننا. أنت بقى اللي غاوي وجع قلب. قلت لك بلاها لبنان دي. الله. ما احنا شغالين هنا زي الفل يا ابني وربنا مسهلها لنا على الآخر. يا حاج بقى احنا مش هنعيده تاني الكلام ده. ما احنا خلاص اتفقنا وانا هفتح المحلات بعون الله، انا هفتحها ان شاء الله. انا بس كل اللي عايزه منك انك تقول لي روح على بركه الله، يوم نتباشر ونطمن. ماشي، هقول لك ايه، ربنا معاك يا ابني، وما دام نويت يبقى على بركه الله. ربنا يخليك لينا يا حاج. عملت ايه في موضوع جوز اختك؟ نهار ابيض، انا نسيت الحكايه دي خالص. معقول يا فواز؟ معقول حكايه لبنان واخدك بالدرجه دي؟ معلش يا حاج البركه فيك انت بقى. وبعدين انا ان شاء الله اول ما ارجع بعون الله هتلاقي ايدي في ايدك ونحل الموضوع ده. حاجة احط الزرقاء دي كتاب الازرق الناحيه دي جنب الاحمر كده، ولا اخليه هنا جنب الاسود كده؟ ايه الكتب دي كلها؟ ها؟ الها؟ بقولك ايه الكتب دي كلها؟ يا حاج اصل انا نويت اعمل مكتبه كبيره واملاها كتب. ايه رايك؟ الله، ده يبقى تغيير بجد بقى. لا الا الله، انتوا ما بتفهمونيش يا حاج، ما بتفهمونيش. فعلا يا ابني عمرنا ما فهمناك ولا هنفهمك في يوم من الايام. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بكره ان شاء الله يا حاج، ادعي لي بقى. والله انا مش مطمن لك يا ابني، الصياد. احنا لازم نلم روحنا شويه ونعمل اي حاجه عشان نعرف نرجعه تاني. ما هو مش معقول هنفضل سايبينه بره البيت كل الوقت ده. ما هو اللي استغنى وداير يتصرمح مع الستات. لا 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 يا سميحة، ما تقوليش كده على الحاج. لا 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 يا سميحة، ما تقوليش كده على الحاج. اهي زوجتك دي هي اللي ودتنا في داهية وخلته يبص بره ويطفش. خص عليك يا سميحة،
ربنا يسامحك بقى انا اعمل كده يا اختي. اهو كلكم نسوان يا اختي. تبطي شويه انت وهي، وانت جمدي شويه. ايه انا ناقصاكوا؟ احنا لازم نعرف حكايه البت دي ايه. ما احنا ما ينفعش نسيب الموضوع كده يعدي والسلام، دي حاجه تقلق وتخلي الركب تخبط في بعض كمان. احنا لازم نعرف البت دي تبقى مين وكان بيهبب معاها ايه. يا بنتي يا هقوعي شويه انت كده. النسوان اكتر من الهم على القلب، واللي زي الحاج فواز بيتلموا عليه زي الدبان، فلو ما صحيناش له روحنا وعملنا له كل اللي نفسه فيه هيزهق ويطفش ويسيبنا كلنا. برضه لازم نعرف عمل ايه من ساعه ما عدى عتبه البيت ده. تصدقي البت دي عجبتني؟ انت بجد 100 100. اقول لك على حاجه، انت فيري جود. هاتي بوسه بقى. ثانك يو. لازم نعرف خرج عمل ايه علشان نعرف نرجعه ازاي تاني للبيت. طب قولي لنا والنبي يا اخت دلال هنعرف ازاي؟ يا اختي حطيني تاني حضنه في زماره رقبتك. يا ساتر. شحاته ما بيردش ومرسي واقف على رجليه من الرعب. بس انا لقيت الحل. ايه هو الحل يا ريقه؟ خالي محروس. بابا تاني يا تغوط كده تبقى العشرة خلصت. يلا وملبس يلا عشان خارجين. يا عم انت عمال تقرص من الصبح يا عم. انت كده يا سليمان اول ما تتغرب 10 تعيط. بقول لك يا محروس يا زمكاري خش على 10 التانية. لا يا حبيبي ده انت مش هجيب ال 10 دي الاول يا عم. الحساب يجمع. لا يا حبيبي لا يجمع ولا يطرح. الو. ايوه دلال. ايه خير في حاجه ولا ايه؟ ايه هبقى فين يعني يا دلال؟ في القهوه. طب وامتى ده حصل؟ طب خلاص 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 انا الصبح من نجمه هبقى عندك ان شاء الله. يلا سلام. العب يا كبير. العب ايه؟ استنى ما ادورها في دماغي الاول. ايه قدر تدورها؟ ده مالك انت؟ استنى استنى ما تشوف الزبون. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا دي النور يا دي النور يا دي النور يا عين. ايه النور ده كله؟ معقول المعلم الكبير منور قهوتنا؟ ده السعاده اللي حطت علينا دي. انت يا ابني صندوق حاجه ساقعه وسقي الناس كلها على حسابي بركه حضور الحاج. بقول لك ايه يا اخ محروس؟ انا باجي القهوه دي من قبل انت ما تتولد. معقول هتضيفني في بيتي يا راجل؟ يا حاج ما تعلمنيش ما تعلمنيش من الشرف ده. اضيفك في بيتك في بيتي واحد يا حاج. اقعد كمل لعبك انت مع صاحبك وانا هبص على عمك شاهين. عندك في الاخر يا حاج قاعد هناك. يا ابن الايه؟ انت بترص الرص ده كله ازاي؟ زي ما بارس بالزهره يا خفيف. العب العب. يعني يا حاج داخل كده لا سلام ولا كلام؟ ده احنا اهل برضه. هكدب عليك لو قلت لك ان انا مش واخد على خاطر منك يا عم. يا حاج ده انت خاطرك على راسي من فوق. بس برضه يعني برضه ايه؟ برضه ايه يا علي؟ انا قلت لك دي مراتك. وقلت لك طول ما عايشه معاك تحت سقف واحد هودها واعمل ما بينالك. في ايه يا علي؟ ما انت بقى الظاهر استحليت بعدها عنك مش كده؟ روح يا علي روح كمل قهوتك وسيبنا مع عمك شاي شويه. عم شاهين شكله متضايق يابا. وانت هتضايق بالعافيه يا ولد. اسكت اسكت. اديني خروسك. ما تسمعنا صوتك يا سي شاهين. اسمعكوا صوتي يعني اعمل لكم ايه؟ اغني لكم؟ ما تشربوا القهوه يا اخويا ولا مش جاي على كيفكم؟ يظهر ان الواد عنده حق ومجيتنا دي ما جاتش على هواك. لكن نعمل ايه بقى؟ البنت بنتنا ولازم نطمن عليها. هو انتوا كل ما هتيجوا هتسمموا بدني بالكلمتين اللي مالهمش عازه دول؟ الحق ما يزعلش يا عم الحاج. ايوه وانت راجل حقان بس اعمل حسابك ده حق وليا وربنا هيحاسبنا عليها يوم القيامه. اولا الست دي مراتي واللي في بطنها ده من ظهري يعني محدش يتدخل بينا. فاذا كنتوا هتيجوا تطمنوا عليها زي ما بتقول على عيني وعلى راسي. لكن هتيجوا تسمعوني الكلمتين العفشين دول مالكوش عندي غير الجد. ايه يا عم شاهين؟
ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي بيحصل جوه؟ ده صوت امك يا ولد. طب مين؟ انا اللي هشوف في ايه؟ الحقني يا شاهين الحقني. في ايه؟ يا ناقصه يا ناقصه بتفوقي على ابويا في وشي يا ولية يا ناقصه، وده بياخدي مشوار من بلدكم لحد الليله عشان تبخي سمك وتبطل الكلمتين معطرين معفنين من رزالك الزفر اللي عايز اقطعه من لوروخه ووشك يا اختي اللي عامل زي الرغيف الكوخ. سيبيها بقى يا سميحه. يا سميحه الولية هتموت في ايدك مش كده؟ احمد امي ما انا خليتها غير لما اطلع زمره رقبتها بايدي واخلي ودنها عاملين زي السجاد واحزم لها وسطها ده اللي عايز حشه واقطع لسانها من لغلوغه اللي بينزل سم ده. ابا سيبني يابا سيبني اجهزها عشان تبقى تروح ترقص في نار جهنم. يا بنت كفايه كده هتودي نفسك في داهيه. وليه ليله الرباعه وبنتك سميحه هي اللي هضرب بيها. في ايه يا نعمه؟ الحقوني يا نعمه سوقتي. فسلمونا يا اخوان ما نخش. مفيش حاجه خلي ايد انت بس مفيش حاجه. هقول ايه نفسي ابني بره هتلوثني. يا بنتي خلاص بقى كفايه كده. ايه وليا الناقصه؟ عمال اخويا تدي فيها من الصبح وحايل ومايل وعامله خاطر للمحروسه مراتك باللي بطنها ودي ابدا يابا ابدا وزي 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 زني 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 عامله زي الدبانه الضخمه اللي عماله تبخ الكلام زي وشها. اللي بقى اما اوريكي حاجه بقى يا بنت اللذينه. هو انت فاكر بيتك معدي؟ ده انا هنفخك. لا والله العظيم لا ده مورياكي والنعمه اللي انا رايحه للحكومه شاكياكي واجيبهم لك هنا يسحلوك لساح. هي الدنيا سايبه سابت مفاصلك من ركبك يا شيخه. الله ربنا يهدي حيلك زي ما عديتي حيل يا فشله يا تخينه. مش كده برضو يا سميحه دي مرات خالي مهما كان. اهدي بقى يا سميحه واحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. يا اخويا وانا لحقت انطق دهبت في وشي زي العبور ومسكتني زي الإرادة وخرقتني يا اخويا وكانت هتطلع روحي. دي حاجة ما يسكتش عليها ابدا. دي احنا نقلبها لهم ضم. خلاص والنبي يا مرات خالي حقك علي امسحيها فيا انا المرة دي. ما فيهاش الكلام دي. انا ما حدش يمد ايده على مراتي يا نعمة. ولمس امي قطعت رقبته. ابوس ايديكوا بلاش فضايح. وانت يا مرات خالي ايه اللي خلاكي تفتحي السيرة دي بس؟ هو انت مش عارفة سميحة وعمايلها؟ اللي غلط يتربى. وده اللي انا عملته يا نني عين انت وهو. مراتك غلطت واتربت واللي هيعمل زيها يبقى يستحق قتلها. احنا في بيتك يا شاهين بيه. خلاص بقى يا سميحه دول برضو ضيوف. شور يابا واكرام الضيف واجب طبعا. تعالى بقى اما اقول لك بقى اهدى اهدى يا بنت شاهين.